بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد الجندي، النهارده زي ما اتفقنا ان شاء الله هوريكم ازاي تنفذ السوشيال انجينيرنج تول كيت على جهاز في شبكه خارجيه او جهاز على الانترنت. وعشان نصعب الامر اكتر او يعني عشان نشوف فعاليته توصل لفين، هنجرب ان احنا نهاك بلاك بيري او ان احنا نحصل على اليوزر نيم والباسورد من خلال البلاك بيري. في شوية اعدادات لازم تتعمل في البداية، وده الفرق بين الاختراق الداخلي والاختراق الخارجي. عادة في الاختراق الخارجي الداخلي بستخدم البرايفت اي بي او الاي بي الخاص بالشبكة اللي انا بحطه، لكن في الاختراق الخارجي بستخدم الاي بي اللي انا باخده من مزود خدمة الانترنت او من الاي اس بي. فعندي بعض الاعدادات اللي انا بضطر اعملها قبل ما انفذ الايه الاتاك اللي انا عايز انفذه باستخدام السوشيال انجينيرنج تول كيت. زي ما كلمتكم في المحاضره الاولى انه في عندي ملف اعدادات هو اللي بيبقى فيه بعض الاعدادات، زي مساله هل استخدم اي بي داخلي او خارجي، هل ابعت ايميل بعد ما انفذ الاتاك. يعني بيبقى فيه مجموعه من الاوبشنز او الاختيارات اللي هنشوفها ان شاء الله بتوالي في الفيديوهات. فعشان ادخل على الملف ده، لان طالما هنفرز الاتاك ده خارجي، لازم اغير بعض الاعدادات في الملف ده او اعداد بعينه يعني. فعشان ادخل هدخل على نفس المجلد اللي جواه السوشيال انجينيرنج تول كيت، اللي هو جوه البين تيست، جوه الاكسبلويت، جوه السيت. وبعدين جوه السيت في مجلد اسمه كونفيج، وجوه الكونفيج في ملف اسمه سيت كونفيج اللي هو ايه الملف ده. هو ده الملف اللي فيه اعدادات للايه الخاص بالبرنامج. فبشغله من خلال نانو واسم الفايل، فبيفتح لي الملف. طبعا كل الحاجات اللي قبليها هاش دي شرح لمحتوى الملف وبند فيه. اللي انا يهمني في الاوبشن اللي انا هختاره دلوقتي، طبعا في اعدادات كتيره، اللي اون واللي اوف واللي بستخدم برنامج معين ومنفذ معين، الكلام ده حسب الاتاك هنشوف ايه اللي بنغير فيه. في الحاله اللي انا يهمني دلوقتي اللي هو الاوتو ديتكت، يهمني اوبشن اسمه اوتو ديتكت. خلينا نجيبه الاول وبعدين نشرح يعني ايه اوتو ديتكت وايه الهدف بتاعه وايه اللي هغيره فيه. فالاوتو ديتكت هنا القيمه عندي اون او الفاليو بتاعتها اون. اوتو ديتكت معناها ايه؟ معناها انه لما بيجي يسوي الاتاك، زي مثلا انه يعمل صفحه مزيفه ويحط جواها بيرود، او يستخدم الكريدنشال هارفست اللي احنا جربناه المحاضره اللي فاتت، يحط جواها الاي بي اوتوماتيك بتاع الجهاز بتاعك، لانه عمل اوتو ديتكت. هيستخدم ان هي اي بي، هيستخدم الاي بي الداخلي، فيحط الاي بي الداخلي. فلما يتم اتاك او يحصل سيشن بينك وبين جهاز الضحيه، تبقى على الاي بي الداخلي. عشان اسويها على الاي بي الخارجي، لازم الاون دي اخليها اوف. يبقى معنى كده ان انا اللي هدخله الاي بي، لا يعني انا كده بقول له انت ما تحطش الاي بي. لما توصل لخطوه الاي بي اللي انت هتحطها في البيلود او في الكود الخبيث اللي في الصفحه، اسالني وانا هكتبه لك. يبقى ده اول تغيير بعمله في الاعدادات. وبعد كده اروح عامل سيف. عظيم. بعد كده قبل برضو ما اسوي الاتاك، محتاج اعدل في الراوتر، في اعدادات الراوتر. وهي دي بقى اللي يمكن بتفرق من جهاز للتاني يعني. فهطلع انا من او هصغر المينيمايز ده، وهبتدي اشوف ايه هو الاي بي بتاعي وايه الاعدادات اللي بعملها في الراوتر. الراوتر اللي انا هشتغل عليه ده الراوتر بتاع دي لينك. طبعا انا عايز اعرف ايه الاي بي اللي انا واخده من موفر او من الاي اس بي او مزود خدمه الانترنت، وده الاي بي اللي انا المفروض ابعته للضحيه. مش هبعت له الاي بي الداخلي اللي هو 192.168.168، لا انا المفروض ابعت له الاي بي الخارجي. فبجيبه منين الاي بي الخارجي اللي انا واخده من موفر الخدمه؟ بدخل على الموقع ده whatismyip.com. whatismyip.com بيديني الموقع او بيديني الاي بي اللي انا واخده من موفر الخدمه بتاعت الانترنت، وده الاي بي اللي هبعته للضحيه. وده انا ما اقدرش اغيره، يعني مش زي الاي بي الثاني ده، انا ما بقدرش اغيره. وده باخده من موفر خدمه الانترنت. يبقى اولا تاني حاجه عرفت الاي بي بتاع الريل اي بي او البابليك اي بي
الحاجة اللي بعد كده ودي اهم حاجة بقى، ان انا افتح المنافذ اللي انا هستخدمها في الشغل. لانه زي ما اتفقنا انه في حالة الريفرس تي سي بي، المتروبوليتر ريفرس تي سي بي، جهاز الضحية هو اللي بيتصل عليه. طيب بيتصل عليه من خلال ايه؟ من خلال المنفذ. وهتلاقوا في الجزء الاولاني في الدورة انا شرح ايه معنى المنافذ، وايه هي المنافذ المعروفة وايه المنافذ غير معروفة، والطريقة اللي بتشتغل بيها، وايه التي سي بي واليو دي بي. على كل احوال تقدروا ترجعوا للنقطة دي لو مش مفهوم معنى المنافذ ايه. فمن الحاجات اللي انا بحتاج ان انا اعملها ان انا اروح في الراوتر واروح في طبعا هي الاوبشنز دي هتلاقيها تختلف حسب من نوع راوتر لنوع راوتر. الراوتر اللي انا بتست عليه ده دي لينك، بروح له عن طريق ان انا بكتب 192.168.1.1 وابتدي اروح للادفانس تاب واروح للفيرتشوال سيرفر. في الجزئيه دي انا طالب منكم تفهموا المبدأ العام. يعني ممكن يبقى الراوتر بتاعك نوع تاني، في الاعدادات بتاعته شكلها مختلفة شوية. اللي انا بعمله ببساطة ان انا بعمل رول جديدة او بطلب منه انه يطبق اد مثلا، واقول والله اعمل لي رول مثلا سميها اي بي سي، وفي اي بي سي دي بتحدد له ايه المنافذ اللي هخليها مفتوحة على الراوتر. ممكن ادوس على منفذ 8080، المنفذ ده يفتح، فبالتالي لو جالي اتصال عليه يفتح 8080 منفذ end start to end، كله احطهم نفس الايه، نفس الاي بي، وادوس على apply. طبعا انا مش هغير حاجة لان انا اوريدي مظبط كل شيء. وبعد ما بحط المنافذ اللي انا عايزها تتفتح الراوتر ببساطة كده، بروح رايح في الرول اللي انا عملتها. طبعا هو عنده قائمة بالمنافذ المفتوحة او الخدمات المعروفة، وبقول والله القاعدة دي او الرول دي اعمل لها اد على الجهاز بتاع الباك تراك. يبقى معنى كده انه يفتح المنافذ دي، واي اتصال جاي المنافذ دي دخله على جهاز الايه، الباك تراك. انا طبعا عامل اعدادات وعامل كل شيء، ففي الحقيقة مش هغير في شيء. اللي انا عايز اقول لك انك بعد ما بتعمل الرولز لازم تعمل ريستارت للراوتر عشان يبقى افكتيف. وهنبتدي نشوف بقى ازاي ننفذ الاتاك على جهاز تاني. فببساطة كده هروح في الباك تراك. قبل ما نروح في الباك تراك، ايه المنافذ اللي محتاج افتحها؟ هو في الحقيقة حسب نوع الاتاك. يعني الاتاك اللي هنفتحه دلوقتي، اللي هننفذه دلوقتي، مش محتاج افتح فيه منافذ خالص، لان بشتغل على منفذ 80 اللي هو ايه، شغال. الاتاك بتاع الجافا ابلت محتاج افتح منفذ 443 و80 80 و80 81. فهو حسب الاتاك في الحقيقه. فخلينا ناخد الاتاك الاولاني، بس انا اعتقد ان انا ما عملتش فورورد. ثانية واحدة، المنفذ 80 عظيم، وهبتدي انفذ الاتاك بتاعي ست. هختار طبعا سوشيال انجينيرنج اتاك، وهختار الويب سايت اتاك فيكتور. وتعالى نجرب الكريدنشال هارفست 3. هو المبدا واحد بقى، يعني كان نوع الاتاك ايه. عايز ويب تمبلت ولا سايت كلونر؟ هختار سايت كلونر. هنا بقى اختلف، طلب مني الاي بي اللي الضحيه يتصل عليه. في الاتاك اللي عملناه الدرس اللي فات ما سالنيش على الاي بي، لانه كان الاوتو ديتكت اون، فاخد الاي بي الداخلي وهو اللي استخدمه. هنا طلب مني الاي بي ادرس بتاع ايه، اللي هيبعته او اللي انا هبعته للضحيه. كويس، اللي انا جبته في whatismyip.com، ف اللي هو 41 234 128 10. يبقى هنحط هنا 41
بوينت 234 بوينت 128 بوينت 10 وهدوس على انتر. ايه السايت اللي انت عايز تبعته للضحية؟ ايه الفيك سايت اللي انت هتنفذه له؟ مثلا http://www.gmail.com. طبعا ممكن زي ما اتفقنا نعمل فيسبوك، نعمل هوت ميل، نعمل ايا كان. واديله بس ايه ثواني. يبقى احنا كده استخدمنا اي بي خارجي مش داخلي. بيديلي طبعا تأكيد، بدوس على انتر. تمام، هو كده جاهز وهيكونكت عندي من خلال منفذ 80. هروح بقى لجهاز البلاك بيري بتاعي، وطبعا الاي بي اللي هبعته للضحية المرة دي ما هواش الاي بي البرايفت اللي هو 192.168، لا، الاي بي اللي هبعته للضحية اللي هو الاي بي اللي انا ايه استخدمته في الاتاك اللي هو 41.284.234.128.10. فهروح للبلاك بيري، خلينا نشوف كده هنوصل لايه. اوكي، وهحط الاي بي اللي ايه فرض بقى ان انا بعته للضحية والضحية ضغط عليه من جهاز كمبيوتر بره، من ايباد، من بلاك بيري، ايا كان، وهشوف ايه اللي هيظهر عندي. تمام، لاحظوا بقى انه في سيشن او في اتصال مع بلاك بيري اهو، وادي الاي بي بتاعه فين، الاي بي 93.86. وانا على البلاك بيري فتح عندي صفحه او بيفتح عندي صفحه الجيميل. تمام، هحط يوزر نيم مثلا تيست، وباسورد كمان تيست، واعمل ساين ان. طبعا اللي حصل عندي على البلاك بيري الجزء اللي انتم مش شايفينه ان هو عمل ريدايركت على صفحه الايه الجيميل الفعليه، وفي نفس الوقت على جهازي انا بتاع الهاكر جالي اليوزر نيم وجالي ايه الباسورد. وبالطريقه دي يا جماعه بنقدر ان احنا نهاك على جهاز خارجي باستخدام السوشيال انجينيرنج تول كيت، وايا كان نوع الاتاك بقى، الجافا ابلت اتاك، الكريدنشال هارفست، ايا كان نوع الاتاك. والاعدادات اللي انا اضطريت اغيرها هو الببليك اي بي، متاسف في الكونفيج فايل غيرت الاوتو ديتكت خليتها اوف عشان انا تخلي الاي بي بنفسي، واضطريت ان انا اعدل في الراوتر ان انا افتح بعض المنافذ علشان الكونكشن لما تجيلي من الضحيه تكونكت عليها. وزي ما اتفقنا المنافذ اللي بستخدمها لو بستخدم كريدنشال هارفست هي منفذ 80، بعمل ريدايركت على جهاز اللينكس، ولو بستخدم الجافا ابلت اتاك بستخدم منفذ 443 و80 443 و80 81. اتمنى يكون الشرح واضح. لو في لكم اي استفسارات او محتاجين اي فيديوهات او وسائل إضاحية أفضل من كده أكتر من كده، ممكن ترسلوني على الإيميل ده. شكرا ليكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية. السلام عليكم.